فيما تواصل الحكومة الفرنسية مطاردة شريك واحد على الأقل لمنفذي الهجومين في باريس، أعلنت الحكومة الاثنين عن نشر نحو 5000 من الشرطة والدرك لحماية جميع المدارس والمعابد اليهودية، وعددها 717 في فرنسا، فضلا عن نشر الآلاف من الجنود. رئيس الجمهورية طلب من الجيش المشاركة في الأمن في الأماكن الأكثر حساسية في البلاد بسبب حجم التهديدات التي تواجهها فرنسا. هذه عملية داخلية بحتة، هناك عمليات خارجية مستمرة، لكن هذه هي عمليات داخلية لتحريك 10,000 جندي، وهو رقم مساو تقريبا لعدد قواتنا العاملة خارج فرنسا. ورفض وزير الدفاع الفرنسي الكشف عن الأماكن والنقاط الحساسة التي ستتم حمايتها. وأثار الهجوم على أسبوعية شارلي إبدو والمتجر اليهودي في باريس عدة أسئلة حول نجاعة الإجراءات الأمنية التي طبقتها فرنسا سابقاً.